من جديد صباح الخير لكل حدا انضم لإلنا. صباح النشاط والحيوية، فقرتنا الثانية رح نحكي عن الرياضة والنشاط والحيوية مع البطولة العربية العاشرة للأندية. يعني زينا صار عندنا انطلقت امبارح البطولة العربية للأندية، يمكن لازم نتعرف على السباق، أجواء السباق، طبعا الدراجات الهوائية، كيف كانوا المشاركين أكثر. دائما أي بطولة تقام علا في إلى تحضيرات مسبقة، صحيح. لأنه بتكون على مستويات عالية، عدد المشاركين كتار، في وزارات راعية، صح. فحتى نعرف كل هاي التفاصيل بصرنا يكون معنا الأستاذ خالد كوكش، طبعا رئيس الاتحاد العربي السوري للدراجات وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا صباح فيكم. الرياضة يسعد صباحكم. هلا ومرحبا، نتشرف بوجودكم معنا. عم تغطوا نشاطاتنا بشكل مستمر، هذا كله بدعم الرياضة وبساعد بنشر ثقافة ركوب الدراجة. طبعا نحن رح نكون اكثر استاذ خالد مع هيدا البطوله وكيف كان تم التحضير لها، ولكن بدايه متابعينا رح نروح على اجواء السباق باليوم الثاني مع زميله نادين ديوب. نادين صباح الخير. يسعد صباحك علا، يسعد صباحك زينة، صباح وليد الكل متواجد معكم بالاستديو. أكيد نحن بمتابعة لمنافسات البطولة العربية للدراجات، اليوم عم نشوف اليوم التالي على التوالي بهيدي المسابقة. اليوم عم يكون منافسات فردي ضد الساعة، يعني هيدا اليوم الثاني بحسب البرنامج يعني اللي وضعه الاتحاد العام الرياضي لهيدي المنافسة. عم نشوف نحن الأجواء، يعني فعلا في منافسة، في حماس للحصول على المراكز، لانه مثل ما بنعرف بختام هيدي البطوله رح يكون بالعشر المراكز الاولى، يعني ان شاء الله رح يتنافسوا على بطولات عالميه باذن الله. تفاصيل اكثر عن هذه المسابقه واليوم بيسعدنا نرحب. يسعد صباحك، نتعرف على حضرتك. صباح الخير. جهاد حلا الحكم العام للبطوله. فاليوم عندنا احنا سباق ضد الساعه فردي سيدات وضد الساعه فردي ذكور. فنحن تخلصنا هلا سباق السيدات وراح نبلش سباق الذكور لمسافه 40 كيلومتر. فنحن عندنا بكره استراحه، نهار السبت عندنا بطوله انديه فردي عام، عندنا مرحلتين كمان، مرحله 150 كيلومتر ومرحله 50 كيلومتر سيدات. فنحن امبارح كان عندنا سباق فرق، امبارح فرق كمان سيدات، عم شاركين عندنا اربع انديه سيدات وسبع انديه ذكور. فاليوم هلا عندنا السباق، هلا بعد شوي ان شاء الله حتطلق، كل لاعب بيطلق لاعب لحال، فكل بين لاعب ولاعب دقيقه نحن اقل زمان بنصنفه ياخذ ترتيب اول ثاني ثالث. بشكل عام كيف عم تشوف الجو العام لهيدي البطوله، المنافسه، عدد المشاركين، ايضا الدول المشاركه معنا بهيدي البطوله؟ نحن بنتمنى نكون، يعني نحن بعد 12 سنه، نحن بطولات عربية ما كان عندنا 12 سنة ما صدفنا، فهي أول مرة نصادف نحن بطولة أندية عربية بسوريا، فنحن المشاركة لازم تكون فعالة أكثر وأكثر. بس نحن إن شاء الله كبداية، هي نحن أول شغلة تنظيمية، نحن نجحنا تنظيميا ننجح تحكيميا نحن. فأول شغلة الطريق مغلق لأول مرة، نحن بطولات العربية يكون الطريق مغلق ذهاب وإياب. ثاني شيء تنظيميا تعاونوا معنا كل فعاليات هون، شرطة وسيد محافظ وأمين فرع واللجنة التنفيذية، فكلهم تفاعلوا معنا مشان تنظيم هالبطولة، فطلع بشكل رائع وكثير كويس. فنحن هذا فخر لنا لسوريا بالتنظيم وبالتحكيم. يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير لك. أيضا بمتابعة بلقاءاتي رح ناخذ هون أيضا من المشرفين، يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرف على حضرتك؟ زينب لال، عضو اتحاد سوري وعضو اتحاد إدارة مجلس الاتحاد العربي. خبرينا كيف عم تكون البطولة؟ ممتازة الحمد لله، ناجحة، ونحن يعني بذلنا أقصى جهدنا لحتى تطلع البطولة ناجحة، كونه جايين دول من دول العربية يعني الأشقاء، وإن شاء الله يا رب هي ثاني يوم وإن شاء الله بتكون مكملة بهيدا النجاح لختام البطولة إن شاء الله يا رب. بالتوفيق. أيضا من الناحية التنظيمية رح نتعرف أكثر على حضرتك. أهلا وسهلا، أنا ماهر سليم، أمين عام الاتحاد السوري للدراجات. خبرنا عن هذه البطولة وخصوصي أنه هي تقام لأول مرة يعني بعد توقف عدة سنوات، فكيف عم بيكون يعني بشكل عام هذه البطولة والوضع؟ هلا أول شيء الحمد لله أنه البطولة هي ما توقفت عربيا، لكن نحن بسبب الحرب الجائرة على سوريا توقفت مشاركاتنا وتوقفت أنه نحن نستضيف بطولات. فنحن الحمد لله هلا هي اول بطوله عربيه بنستضيفها مثل ما حكينا بعد 13 سنه. التنظيم كثير منيح طبعا، هذا الحكي التقييم نتركه نحن للناس اللي برا، لكن الجهود المبذوله من كافه الجهات المعنيه، الجهات المحافظه
المحافظة، أميانة فرع الحزب، ما حدا قصر. وآخر شيء نحن إن شاء الله هيك تطلع البطولة شيء حلوة، وسوريا يرجع مكانها الطبيعي بالرياضة الدراجات. بتمنى يعطيكم الف عافيه. ايضا نحن رح نشوف يمكن اللاعبين، نحن بنذكر انه في اللاعبات هلا خلصوا المرحله، شاركوا يعني بالمرحله الاولى كانوا للاناث فردي ضد الساعه، هلا يعني في دقائق معدوده رح تنطلق المرحله الثانيه للذكور فردي ضد الساعه. ايضا بتفاصيل اكثر من لك يعطيك العافيه. متعرف على حضرتك احمد خليل مدير فريق نادي الحج الشعبي الرياضي العراقي العراق. اهلا وسهلا فيكم، كيف عم تكون مشاركتكم؟ والله مشاركة طيبة الحمد لله، حققنا البارح من نتائج طيبة، أحرزنا المركز الثاني في سباق فرق. حصلتوا البارح كان فرق ضد الساعة، حصلتوا على المركز الثاني الحمد لله، واليوم متأملين خير إن شاء الله والتوفيق من الله نحرز أيضا مراكز متقدمة فضل الله. إن شاء الله موفقين كمان اليوم بالمرحلة أيضا الأخيرة يوم السبت، من لكم بالتوفيق لكم. الله يسلمك ونشكر إحنا أخواننا السوريين على الاستضافة الجميلة والتنظيم الرائع. شكرا لكم بالتوفيق. ايضا بدي اشوف اللاعبات الموجودين هون اللي خلصوا بالمرحله الاولى، معلش ولو هن تعبانين، وحتى في لاعبين عم بيحضروا الشباب هون ذكور. يعطيك العافيه، كيف عم تشوفي الجو العام للسباق؟ والله الحمد لله حلو منيح. تمام، كيف عم تكون مشاركه؟ تمام منيح كويس كثير. اللاعبات معلش وهن بعد تعب يعني بالمسابقه، لكن بدنا نشوف كيف كانت المنافسه بالجو العام. يعطيكم العافيه الصبايا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو كيف كان السباق؟ يا الله لا تصور. كيف كان السباق؟ كيف كان؟ خبرينا عن المشاركة والسباق. حلوة كثير. حلوة كثير. يعني طبعا هلا استراحة اللاعبات، ومثل ما ذكرنا رح تنطلق مرحلة الذكور، رح شوف تحضير الشباب. يعطيكم العافية شباب. يا رب. حضرتك متعرف على حضرتك؟ عمر الباز. اي نادي؟ نادي المحافظه حاليا. شو كيف كانت المشاركه؟ والله امبارح كان عندنا مشاركه فرق، جبنا المركز الثالث نحن بعد نادي الصناعه ونادي الحشد الشعبي العراقي، جبنا المركز الثالث. طبعا اشتغلنا كفريق والحمد لله كان الشغل كويس منيح. يعني كيف هلا تحضيرك لفردي ضد الساعه؟ والله حاليا انا مو مشارك بالفردي ضد الساعه، شاركنا بالفرق، في فرص للاعبين احسن مني. يعني رح تشارك بالفردي العام؟ رح شارك بالفردي العام بعد بكره ان شاء الله. بمرور سريع، شكرا بالتوفيق لك. بمرور سريع متعرف. يعطيك العافيه، معك محمد فادي كلاش، سكرتير تنفيذي الاتحاد العربي وممثل الاتحاد العربي. اهلا وسهلا فيك، خبرنا عن الجو العام للبطوله. لا الجو كثير ممتاز، نحن بلشنا كاتحاد عربي بسوريا وبن 2005 اول بطوله، واليوم نحن 2022 البطوله العاشره باذن الله، اول بطوله سيدات حتى. لا الجو كثير ممتاز، جماعه ما قصروا، الاتحاد السوري، المحافظة، الشرطة، الأمن، كتير ممتاز، وضع كتير ممتاز. أكيد هو النجاح اللي يمكن الناحية التنظيمية عم نشوف نحن هيدا النجاح بالمشاركة. أكيد أكيد. ضليتوا قديش تحضروا قبل؟ نحن صرنا تقريبا، نحن مع الاتحاد السوري ومع المحافظة وكذا تقريبا 6 أشهر نحن عم نحضر للبطولة، شفنا السباق، شفنا الطرق كذا، كله ممتاز الحمد لله. موفقين يا رب. الله يخليك، شكرا شكرا كثير. ايضا بمرور سريع، يعني نظرا لهون للمشاركين والموجودين، ولا بدي اخذ من وقت الهوا صبايا، معلش بدنا نتعرف اكثر على الاجواء. يسعد اوقاتك، اهلا وسهلا فيكم. تعرف على حضرتك؟ علي قدور، عضو الاتحاد السوري للدراجات، رئيس لجنه التموين. اهلا وسهلا فيك. أهلا. خبرنا كيف اليوم عم نشوف هيدي المشاركه وخصوصا هيدي البطوله العربيه تقام بعد سنوات او لاول مره بسوريا؟ نحن هلا صرنا شفت 10 سنين 11 سنه بالازمه والحصار الجائر على سوريا، والحمد لله رب العالمين قدرنا نتجاوز الحصار. وهلا اليوم اشتغلنا الصبح، انا احكيك على التموين، كوني رئيس لجنه التموين، اليوم الصبح وزعنا التموين على المشاركين والفود الاجونا والضيوف، وامور منيحه ان شاء الله وتمام ان شاء الله، تموا بخير. وانا بدعي كل الجماهير اللاذقيه هون اللي جيتوا واكبنا هالحدث الرائع، وعندنا بعد 4 أيام سباق درو تشرين الدولي، هذا النازع الاجنده العالميه، بدعي كل المشاركين ومحبين لعبه الدراجات يجي يشاركونا الحدث الرائع ان شاء الله.
شكرا لكم. مثل ما عم نشوف صبايا، مثل ما عم نشوف مشاهدينا، يعني كان اجواء اليوم التالي من البطوله العربيه لمنافسات انديه ابطال الدراجات، يعني شفنا في حماس، يمكن هون اللاعبات كمان في تعب اليوم للحصول على المراكز الاولى وبانتظار دروب تشرين، يعني ايضا هذه البطوله العالميه التي تقام كل عام في شهر تشرين بمحافظه اللاذقيه. كان هذا كل شيء لمنافسات اليوم الثاني من البطوله العربيه للدراجات. بالعوده لكم صبايا بالاستوديو. شكرا لك نادين، اكيد وكنا مع الاجواء. استاذ خالد بيرحب فيك من جديد، يسعد صباحك. اهلا وسهلا. خلينا نرجع بالبدايه للتحضير، واليوم عم نقول انه هي البطوله بعد زمان من الحصار رجعت تعيش ويصير في احياء من جديد بمحافظه اللاذقيه. كيف صارت؟ كيف قدمتوا على هي الخطوه؟ وبنفس الوقت كيف التحضيرات كانت؟ هلا من البدايه احنا كاتحاد عربي للدراجات وكاتحاد سوري كنا عم نتواصل مع الاتحاد العربي، وكوني انا عضو في الاتحاد العربي اصرينا انه نستضيف بطوله الانديه العربيه في سوريا بعد عوده الاتحاد السوري الى حضن الاتحاد العربي. احنا صراحه كان العقوبات الجائرة على سوريا، تم إزالة سوريا من عضوية الاتحاد العربي عن طريق جامعة الدول العربية، ومنعونا من المشاركات العربية خلال 12 سنة عنا مشاركات نهائيا. اعتبارا من العام الماضي مشكورين بالاتحاد العربي وبعض الأشقاء العرب يلي انضموا لصوتنا بالاتحاد العربي وساعدونا وصوتوا لترجع سوريا للاتحاد العربي، والحمد لله كان في انتخابات الاتحاد العربي وقدرنا نحقق لأول مرة بتاريخ سوريا مقعدين بالاتحاد العربي. طبعا ما في دولة عندها مقعدين باستثناء سوريا. أنا والأنسة زينب يلي شفناها بشوي صرنا أعضاء بالاتحاد العربي، كان لنا دور كتير كبير يعني باستضافة بطولة الأندية العربية. طبعا مثل ما حكينا من 3-4 أشهر نحن عم ننسق مع الاتحاد العربي، وبدأنا تنسيق بسوريا من ضمن الاتحاد الرياضي العام مع وزارة السياحة مع محافظة اللاذقية. الكل متعاون معنا بدون أي تذمر صراحة، حتى محافظة اللاذقية يعني هن عندهم قناعة تامة أنه هذا الحدث لازم يصير عندهم، يعني كانوا متشجعين كثير. وخاصه انه نحن كل سنه بلشنا بسباق دروب تشرين الاول، كان في تجربه. النجاح اللي حققناه بسباق دروب تشرين الاول خلانا نسعى لنعمل دروب تشرين الثاني. النجاح الباهر اللي صار بدروب تشرين الثاني ساعدنا لنسجل السباق باجنده الاتحاد الدولي ويكون سباق دولي معتمد من الاتحاد الدولي. هي لاول مره هلا بعام 2022 سباق دروب تشرين الثالث معتمد دوليا من الاتحاد الدولي. هذا بيساعدنا كثير، بيعطينا تصنيف، بيرفع مستوى سوريا بالتصنيف العالمي انه عندها بطوله دوليه. نحن تقريبا من شيء 13-14 سنة ما عندنا سباقات دولية بسوريا، كان عندنا سباق جولان توقف بسبب الأزمة والحصار. هلأ رجعنا بمسمى جديد هو سباق دروب تشرين الدولي، كل سنة حياخد تسمية تسلسلية. بالفعل جهود لإعادة إحياء خلينا نقول السباقات الدولية والرياضية عندنا هون بمحافظة اللاذقية وبسوريا بشكل عام. بدنا نحكي عن التحضير لهيدي البطولة. خلينا نقول مثل ما ذكر أحد المشاركين 3-4 شهور على تواصل مع الاتحاد السوري للدراجات، أكيد في صعوبات، شفنا في تموين لازم يتوزع، في تخطيط لطرق، في مسارات. نحكي أكثر مع حضرتك لنتعرف أكثر على هيدي المواضيع. هلا كاتحاد سوري للدراجات نحن عم نتواصل مع محافظة اللاذقية وفرع الاتحاد الرياضي باللاذقية من 3 شهور، وكان لنا يعني تقريبا كل شهر 7-8 زيارات على اللاذقية، يعني ما بيلاقونا إلا طالعين نازلين على اللاذقية. اجتماع مع السيد المحافظ. بين قوسين، ليش تم اختيار محافظة اللاذقية؟ هلا أول شيء الجو والطبيعة بتناسبنا والطرقات. يعني هلا إذا أنا هلا هي البطولة بدي أعملها بالشام حيكون في شوب، حيكون في طرقات صعب أوصل لها، عجقة السير، الإقامة ما حتكون مثل ما بدي. هون الراعي وزارة السياحة قدراني إنه تقدم لنا جزء كتير كبير من الشيء اللي إحنا بناية، اللي هو مثلا الإقامة. الشق الثاني التنظيمي اللي هو الطرقات اللي بتساعدنا على التحكيم بشكل جيد والتنظيم بشكل جيد بدون أي معوقات. يعني هلأ نحن أخذين أوتوستراد حلب اللاذقية الخرافي الدولي، هو شغال فيه تقريبا الطريق شي 30 كيلومتر. عم نستثمر كل بطولاتنا على هذا الطريق. مبارح كان عندنا فرق ضد الساعة لفئة الإناث كان عندي 40 كيلومتر. طبعا البداية ببداية الأوتوستراد اتجهنا باتجاه منطقة الزوبار، نطلع من جسر الزوبار وبدوروا وبيرجعوا، بنكون حققنا الـ40 كيلومتر. الذكور
كانت 56 كيلومتر بالضبط لجسر السلمة أو مفرق الكفرية مثل ما عم نسميه. لهون الاتصالات شغال 100%. كمان كانت مرحلة الذكور من البداية لجسر سلمة أو الكفرية، والعودة للبداية ببداية الأستراد حققنا 56 كيلومتر. هذا الأمر يلي ساعدنا أنه التعاون الكبير من قبل عناصر وزارة الداخلية وقيادة شرطة اللاذقية، نحن قاطعين الشارع قطع تام. يعني مستحيل ما في سيارات، ما في مستحيل يكون في عندي أي ثغرة تعمل لي عوائق. هذا الحكي بدروب تشرين الماضي واللي قبله حققناه، وهلأ بالبطولة العربية يعني حققناه باحترافية أكثر بصراحة. هذا الحكي هذا الحكي بيرفع مكان سوريا بالاتحاد العربي وبالاتحاد الدولي. إنه شوفوا سوريا بعد انقطاع 13 سنة عن إقامة أي بطولة عربية أو دولية، شوفوا هالتنظيم الرائع صراحة. امبارح نحن يعني عم نسمع ردود الأفعال بالداخل وبالخارج إنه هذا التحضير تحضير بطولة عالم أو بطولة آسيا بيكون توب، ما بالك أنت على مستوى بطولة عربية عاملة توب. يعني هلأ نحن زدنا نستضيف بطولة آسيا أو بطولة عالم مؤهلين بسهولة، وخاصة الطريق كتير بيناسبنا. غياب مثل ما قلت لك 13 سنة وتنظيم رائع بهالشكل، هاد البطولة العربية الأولى للأندية أقيمت في سوريا عام 2005. اليوم نحن بالبطولة العاشرة للأندية تقام في سوريا، والأولى للإناث كمان في سوريا اليوم. يعني نحن السباقين باستضافة وطرح البطولات هاي. يعني بال2005 الاتحاد السوري هو اللي طرح بطولة الأندية، ما كانت موجودة، ونحن هلأ طرحنا بطولة الأندية للإناث وحسنا ننظمها. صح عدد الفرق قليل، الظروف ما ساعدت بعض الدول رغم أنه هي ثبتت مشاركاتها، قطعت تيكت الطيران. نحن هون بسوريا أمنا لهم إقامة، أمنا لهم سيارات، تنقلات، كله محجوز وتام كان لها الفرق هاي. مع كل أسف عنا ناديين من ليبيا ما حسنوا يجوا. من الدول المشاركة؟ نادي أبو ظبي من الإمارات ما حسن يجي. حتى كان رئيس الاتحاد العربي الشيخ فيصل القاسمي يعني قاطع تكت طيارة وبده يجي. الأمين العام إسماعيل الحوسني من الاتحاد العربي كان بده يجي. الأستاذ سالم الشحي كمان من الاتحاد العربي بده يجي. مع كل أسف يعني في ظروف عندهم خاصة ببلدهم، اللي احنا بنعرف يعني وضع الخليج بالنسبة لسوريا حاليا ما حسن يجوا، وإلا هن مثبتين مشاركتهم. نائب رئيس الاتحاد العربي الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري، ونائب رئيس الاتحاد العربي، ونائب ورئيس الاتحاد الافريقي، ونائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات كمان مقرر انه يجي، فاجته وعكه صحيه فاعتذر وممكن يجي على دروب تشرين ان شاء الله. فبنتمنى سلامته وقدومه بالسلام ان شاء الله. هذا بياكد انه مكانه سوريا بالوطن العربي لاستضافه البطولات العربيه ان شاء الله حتكون شغله ايجابيه بالنسبه لنا. هلا مثل ما عم اقول لك الاعتذار اللي صار من بعض الدول إجا بوقت كتير متأخر، يعني كان ممكن يأثر علينا، لكن الحمد لله لحنا حسنا نتلافى هالثغرة يلي صارت. يعني تأثرنا شوي إنه لحنا حاجزين ومأمنين سيارات وهيك، ولكن الحمد لله البطولة ناجحة بكل معاييرها. بالنسبة للفرق المشاركة بفئة الإناث شاركنا بنادي المحافظة من دمشق، نادي بردة من دمشق، ونادي القدس الموجود بالجمهورية العربية السورية، ونادي اللاذقية. هلأ بالنسبة للإناث حكينا عنهم. بالنسبة للذكور في نادي نيروز من العراق موجود مشارك معنا بالإناث. يعني نحن عندنا أربع أندية من ضمن نادي نيروز، نادي القدس ما شارك بالإناث. طبعا نتائج مبارح كانت الأول نادي المحافظة، الثاني نادي نيروز، الثالث نادي بردة. هيك كانت نتائج مبارح. بالنسبة للذكور عندي 7 أندية مشاركة، نادي المحافظة من دمشق، نادي بردة من دمشق، نادي الحشد الشعبي من العراق، نادي الصناعة من العراق، نادي قناة السويس من مصر، عندي منتخب نادي اللاذقية، وعندي نادي القدس من فلسطين. تماما هدول الأندية المشاركة. طبعا تعتبر صراحة يعني أنه الأندية هي قليلة، كنا بنتمنى أنه يكون العدد أكثر من 10، يعني بيعطي طابع ومنافسة أكثر للبطولة. أما البطولة جيدة وقوية، أنا ما منستهين بالأندية العراقية الموجودة والمصرية. تماما. هلأ أنا كنا عم تحكي حضرتك عن المشاركة الأولى للإناث، كيف شفنا هذه المشاركة؟ خاصة شفنا الصبايا خجلانين من الكاميرا شوي. تماماً. كيف كان التعامل مع السباق؟ أول شيء أنهم تعبانين مرحلة، صحيح أكيد يعني تعبان مع عادة مرحلة فردي ضد الساعة. اللاعب بيطلع من خط البداية
عم بيسابق الزمن يعني وبده يوصل على الخط النهائي بيكون منتهي تماما يعني حاطط كل الامكانيات اللي عنده بده وقت ليستعيد يعني نفسه اقل شيء تماما فانت يعني الصبيه اجتهم بوقت كثير كارج تماما هلا الاستعداد لها نحن بشكل عام لعباتنا جيدين العام الماضي كنا مع سكرين كان في ممكن نشارك ببطولة عربية ما شاركنا بس شاركنا بدروب تشرين الثاني وكانت نتائجهم كتير جيدة كان في فريق روسي كتير 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 قوي عم بينافسون حسنا نتفوق عليه صراحة هلأ هاي السنة عسكر وصلهم تقريبا شي شهرين يعني مو أكتر ملتزمين بالتمرين تجهيزاتهم كل أمورا حاولنا يعني قدر الإمكان بالإمكانيات المتاحة أنه نحسن نأمن لهم جزء من المطلوب يعني أنا ما بخفيكي نحن بنعاني بشح بالتجهيزات في سوريا نحن بسوريا من حوالي 17 سنة ما دخل على سوريا دراجة حديثة يعني أنت تصوري خلال 17 سنة عم تشتغلي بالشيء اللي عندك إجا الحصار وقانون العقوبات على سوريا فما عاد حسنا لا نجيب دراجات ولا قطع غيار فهذا الموضوع كتير 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 مأثر علينا أكيد. الحمد لله رب العالمين بالإمكانيات المتاحة قدرنا نوفر حسنا نأمن منحة من الاتحاد الدولي العام الماضي 10 دراجات لصالح الاتحاد السوري بس دراجات تدريبية يعني لا تصلح للسباقات وكمان إجانا 6 دراجات من مكتب الدعم من 6 منال الأسد منوجه له تحية ومنتشكرها على الشيء اللي عملته معنا وهدول دراجات كتير كتير حديثة هلا هن موجودين بين إيدين اللاعبين وعم يشاركوا فيهم للمرة الأولى لذلك يعني البنات كتير 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 كانوا مبسوطين انه في بين ايدهم شيء حديث في حدا مهتم فيهم هذا اللي صار دائما استاذ خالد مثل هيك بطولات وفعاليات رياضيه دائما بحاجه لعدد من اللجان الموجوده فشو اللجان الموجوده وشو مهام كل لجنه هلا نحن كاتحاد بكل بطوله بنشكل لجان هلا اللجنه الاساسيه اللي لها علاقه بنجاح البطوله تنظيميا وفنيا هي لجنة الحكام صراحة يعني التحكيم هو شيء أساسي بس يكون التحكيم نزيه وأخذ دوره الفعال أنا عم بحكي بالنزاهة بالعدل معنا بس يكون عادل مثل ما تفضلي حضرتك تشعري أنت إنه مالك ظالمة حدا محقق البطولة يلي لازم تكون بهذا المستوى يعني أنا ما بالتحكيم ما بيهمني هذا اللاعب سوري ولا أردني ولا عراقي اللاعب لازم ياخذ حقه التحكيم هو نوع من انواع القضاء صحيح فلازم يكون في حقوق محفوظه لكل الاشخاص فنحن بفضل الله يعني الكادر التحكيمي اللي عندنا كثير جيد واكبر دليل انه الاتحاد العربي كلف الكادر التحكيمي يكون من سوريا عندنا هلا 3 حكام من العراق جايين مرافقين للفرق تبعهم عم بيساعدوا الكادر التحكيمي تبعنا اما لجنة الحكام الأساسية كلها من سوريا والمشرف على البطولة الحكم العام هو من سوريا الأستاذ جهاد اللي هلأ شفناه قبل شوي هاي الثقة كتير كبيرة بصراحة للكوادر السورية اللي موجودة عم نحكي عن الحكام والفوز والخسارة الفائزين خلينا نقول بهيدي المشاركة شو رح تكون شو رح تقدم لهم هيدي المشاركة خلينا نقول هلأ نحن دائما بالنسبة للاعبينا أو لعباتنا تعرف السيد الرئيس في مرسوم سابق بتعيين الرياضيين المتفوقين في مؤسسات الدولة دون الخضوع لأي اختبارات أو مسابقات هلأ دائما اللاعبين بيستنوا هيك حدث ليحصلوا عليه فهلأ اللاعبين اللي أخذوا ضمن المراكز الأولى الثلاثة بمرسوم جمهوري مباشرة بتعيين بأي جهة حكومية بيرغبوا العمل فيها إذا كان فيها شاغر هذا الحكي يعني كتير إيجابي طبعا بيرفع كمان من معنوياتهم أنه محقق بطولة عربية أول تاني ثالث مو مشكلة بيرفع من معنوياتهم ليستمروا ويزيدوا تدريب ويسعوا ليكون في بطولات تانية مشاركات عالمية أكثر يمكن. من البطولات العربية أنه يحققوا نتائج فيها هلأ موضوع اللجان كنا عم نحكي بموضوع اللجان غير لجنة الحكام احنا في عنا شيء اسمه لجنه التنسيق شكلها المكتب التنفيذي برئاسه الاستاذ ايمن احمد عضو المكتب التنفيذي رئيس مكتب التنسيق والمتابعه بالمنظمه وعضويه الاستاذ محمد خضر عضو مكتب تنفيذي رئيس مكتب العاب فرديه والمدام شزه جروان رئيس مكتب العلاقات العامه كمان عضو مكتب تنفيذي الاستاذ عمر عاشور منسق عام بالاتحاد الرياضي انا موجود فيها الاستاذ ماهر السليم الامين العام للاتحاد العربي الاتحاد السوري موجود فيها الاستاذ بسام زروند من اللاذقيه يعني هي لجنه اول لجنه التنسيق هي اللي كانت عم تتابع الامور من البدايه بعدين شكلنا لجان ثانيه بالاتحاد لجنه امنيه لجنه طبيه لجنه علاقات عامه لجنه فنيه لجنه تموين
في مجموعة لجان تانية طبعا ما نتذكرها. المهم عملنا لجان متخصصة بحيث كل واحد ياخذ دوره. يعني ما نجي على البطولة انه ما حدا عارفان شو بده، لا كل لجنة متخصصة بشغلة. يعني بتروح على البداية والنهاية ما بتشوف الفوضى نهائيا، يعني كل واحد بيعرف شو شغله شو عمله. صحيح تماما. تنظيم كثير مهم بهيك نوع من البطولات. لجنة النقل كمان مشكلة. تمام. سؤالنا الأخير، عفوا، عملنا بالإضافة للجان اللي شكلناها اللي احنا استعنا بأعضاء اللجنة التنفيذية باللادية، حاولنا كل عضو من اللجنة التنفيذية يكون موجود باللجنة من اللجان. تمام. سؤالنا الأخير لحضرتك أستاذ خالد، قادمين اليوم على دروب تشرين طبعا الدولي كمان. تمام. اليوم الفرق بين هاي البطولة ودروب تشرين؟ هلأ البطولة العربية ضمن البطولات يلي داخلة ضمن أجندة الاتحاد العربي ونشاطاته السنوية. على فكرة الاتحاد العربي هاي السنة ما أقام غير بطولتين، بطولة المضمار في القاهرة بالشهر الخامس وبطولة الأندية العربية التي أقيمت في سوريا اليوم. بنهاية العام احتمال يكون البطولة العربية لكل يعني او بنسميها احنا مهرجان الدراجة العربية، حيكون في بطولة الطريق، بطولة جبلية، بطولة البي ام اكس، بطولة ذوي الإعاقة، حتستضيفها دبي ان شاء الله بشهر 12. هلا الفرق بين هي وهي، هي بطولة عربية، هداك سباق دولي يختلف تماما بتنظيمه وقوانينه. البطولة العربية انا مخصصة شو هي المراحل تبعي، الفردي عام، الفردي ضد ساعة، الفرق ضد ساعة، هدول مراحل البطولة. بينما سباق دروب تشرين حيكون هو سباق مثل ما بتسمعي بتور دي فرانس اللي متابعه كلياتنا بشكل سنوي وعشاقه لحنا ومنستنى وقته لحتى يصير لنشوف هالقوة والمنافسة والتحضير يلي يوم بينتهي يبدأ من اليوم الثاني التحضير للعام القادم. بياخد وقت تماما. طويل. فدروب تشرين حيكون سباق مراحل، هاي السنة حنشهد تنافس كتير كبير فيه، خاصة إنه السنة الماضية كان سباق وكرنفال احتفالي. صحيح. أما بعد ما تثبت بأجندة الاتحاد الدولي فهو حيكون يوميا سباقات. فاليوم الأول حيكون عندي مرحلة افتتاحية بالمرديان لمسافة 8 كيلومتر برعاية السيد وزير السياحة، حيكون موجود على شارة البداية. تمام. اليوم الثاني حيكون عندي، هلا ممكن أنا خربت شوي بالأيام بالبرنامج بس حقول لك المراحل. تماما أكيد. طبعا ذكور وإناث، دروب تشرين حيكون ذكور وإناث. هي المشاركة الأولى ولا كمان السنة الماضية؟ لا كمان كان في ذكور وإناث. فبنبلش نحن بالإناث بعدين بالذكور. تمام. حيكون في مرحلة من المرديان لطريق القصر، الشبطلية، برج إسلام، نطلع الشبطلية، بدنا نرجع من طريق كسب باتجاه اللادية، نرجع ندخل من مفرق القصر، نرجع على القصر مرة تانية وننهي بالشبطلية. هي مرحلة كتير حلوة وحتى جمال الطبيعة الموجودة هناك حيتمتعوا فيه كل المشاركين. مرحلة الذكور حتكون في مرحلة على كسب كمان من نفس الطريق هاد، بس هذيك الإناث حتكون 60 كيلومتر، الذكور حتكون بين 100 والمية وخمسة كيلومتر، النهاية حتكون بكسب. عندي مرحلة حتنتهي بسلنفة، عندي مرحلة حتصير على أستراد حلب وطريق حلب القديم يلي هو نسميه احنا طريق السفكون اذا تتذكروا هيك قصص. ايه فكمان هي شيء 110 كيلومتر للذكور. الناس كثير على دروب تشرين، هذا كله دروب تشرين. طبعا لما بقول لك في مرحله للذكور بالمقابل لها بنفس الطريق حيكون في مرحله للإناث بس المسافه اقل. حيكون عندي مرحله مهمه كثير هي القرضه حلاديه، حنعمل زياره لضريح القائد الخالد حافظ الاسد، وبعد منه حتكون بداية المرحلة من القرداحة للادية. أكيد ناطرين دروب تشرين بالأسبوع القادم مثل ما ذكرت حضرتك، وبالتوفيق بهيدي البطولة اللي بتختتم السبت، البطولة العربية العاشرة للأندية. أستاذ خالد كوكا شكرا كثير لحضرتك على هاي الإضاءة سواء على البطولة أو بطولة دروب تشرين. شكرا لكم كثير، بس من خلالكم بحب وجه لنشر ثقافة ركوب الدراجة، بتمنى من كافة صحيح المجتمع الأهلي إنه نعزز هالثقافة هاي عنا، ولما منشوف حدا راكب بسكليت يعني إذا كان صبية ولا شاب ما نوجه له أي إهانة، بالعكس لازم نشجعه، خاصة اللي إحنا بظروف ظروف كتير صعبة ماديا ومثل ما أنا شايفين مواصلات، أزمة وقود، بالعكس هاي رياضة ونشاط وحيوية، فلازم نفس الوقت ما في ضرر للبيئة. صحيح. يعني هي ما لها أي معوقات بيئية. من خلالكم بنحب يعني لحنا ننشر ثقافة ركوب الدراجة، وبالنهاية بنتوجه بالشكر للسيد وزير السياحة، السيد أمين فرع الحزب باللاذقية، السيد المحافظ،
قيادة الشرطة، فرع الاتحاد الرياضي بالعادية، كلهم ما قصروا. الشكر الأكبر للاتحاد الرياضي العام، المكتب التنفيذي، ممثلا بالأستاذ فراس معلا. تمام، شكرا كثير لحضرتك أستاذ خالد، وشكرا لكل الأشخاص وكل الجهات اليوم الحكومية والخاصة اللي عم تساعدكم بنجاح هاي البطولات وأيضا هاي الفعاليات. شكرا كثير لحضرتك. شكرا لكم، من ضمنهم طبعا المؤسسات الإعلامية اللي ما قصروا معنا ومواكبين معنا، شكرا لكم كثير. واجبنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك أستاذ خالد. شكرا اكيد لحضرتك وبالتوفيق بدروب تشرين والبطوله العربيه الانديه، واكيد رح نتابع معكم بدروب تشرين. شكرا لحضرتك.